كلاسيك اف ام الاذاعه الاولى في تونس. التعليق حر. التعليق حر. شنو باش يتبدل في العالم بعد كورونا؟ كريم بوزويتا مرحبا. صباح الخير مبكر. صباح الخير مزيك. في أنا عالم باش نعيشه بعد الكورونا. صحيح الأزمات تصنع التاريخ، أما الأوبئة تصنع التاريخ أكثر من الحروب. مثلا الطاعون الأسود في القرن 14 اللي رحل بثلث سكان أوروبا، لز الدول القديمة باش تتخلى على حكم الكهنة وحط الفكر العلمي في قلب الحكم ورمى أساس النهضة الأوروبية في القرن 16. وعام 1918 كارثة الإنفلونزا الإسبانية اللي قتلت 100 مليون بشر دزت الإنسانية لتركيز نظام الصحة العمومية اللي بلاش بيه رأي من نشهدش الثورة الاقتصادية الثانية. وغدوة شنو بش يصير؟ في أنا عالم بش نعيشه بعد الكورونا. فما المجهول وفما الواضح. الواضح أنه تأثير أمريكا في العالم بش ينقص، هي أول ضحية الكورونا. في ولاية واشنطن مثلا في جمعة برك البطالة زادت 850%، وهذا راهو رقم قياسي ما سجلتوش أمريكا من وقت الجريت ديبريشن عام 1929. تأثير أمريكا يتراجع، وهذا بشي يسرع انتقال مركز قيادة النيو ليبرالية العالمية للصين. والواقع أنه الصين هي الدولة الوحيدة توا اللي خرجت سلامات من الأزمة هذه. اليوم 75% من النشاط الاقتصادي الصيني رجع يدور، واستغلت الأزمة باش تقوي وجودها في قارتنا الإفريقية. الجمعتين اللي فاتوا الصين فرقت مسكوات ومعدات صحية بلاش للبلدان الإفريقية، وكي توفى الأزمة تأثير الصين في إفريقيا باش يزيد يقوى، وهذا باش يزيد يزعزع تأثير الاتحاد الأوروبي في إفريقيا. بالطبيعة الاتحاد الأوروبي اللي هو اليوم يمكن يتفرط، هو بدأ يتفرط صحيح مع البريكسيت، والأزمة هذه كشفت الهفوف ما بين أوروبا الشمالية الغنية اللي تصرفت بكل أنانية ورفضت باش تعاون جنوب أوروبا في الأزمة هذه. هولندا وألمانيا خلوا إسبانيا وإيطاليا والبرتغال وفرنسا وحدهم، والاتحاد الأوروبي اليوم ماشي للمجهول تحت نياب القومية الانتهازية واليمين الفاشي. في بقية العالم شنو باش يصير؟ البلدان اللي باش تفشل في الحرب على الكوفيد، الناس باش تعاني من البطالة والتضخم والأسوأ مش يطلعوا والمزيرة باش تكثر، وهذا باش يزعزع أنظمتها السياسية. وهنا يبدأ المجهول. الكوفيد فرصة تاريخية باش نبدلوا كل شيء، يا باش نمشيوا الأنظمة السياسية واجتماعية على نموذج الصين، ديكتاتورية الحزب الواحد، تكنولوجيا التحكم في الأفراد، نيو ليبرالية الاستغلال، يا باش نمشيوا الأنظمة السياسية واجتماعية تبني ساسها على البشر، تبني ساسها على تضامن بين الناس وتعاون بين الدول مش الاستغلال. هذا كان نفهمه للبشر اللي يسكنوا في الأرض هذه، شعب واحد، مجتمع عالمي واحد، عنده مصير واحد. يكفي أنه يبقى مريض برك بالكورونا على الأرض والكلنا مهدين. اليوم الباب محلول قدام ثورة صناعية ثالثة. ثورة صناعية ثالثة وين الاقتصاد والتكنولوجيا والسياسة يطبسوا ريوسهم ويثنيوا ركبتهم ويخدموا البشرية في بلاصة ما يستغلوها. والمستقبل هذا ما صنعوه كان النخب الجديدة، الشباب، البنات والولاد اللي يسمعوا فينا توا. العالق في نواكشوط في موريتانيا كريم بوزويتا كان معنا في التعليق.